خلي دكتور نصار. انزل الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا اخترت أن نعلق على هذه المهزلة اللي كنا فيها، اللي هي هذه مهزلة الانتخابات. وفي البداية بعد مسلم عليكم كاملين، مسلم على رواد الصفحة كلهم، مسلم عليهم اسمه بصيفته. وبالحقيقة ما بقيت نعلق عليها رغم أني كنت ناشفة، لكن نعلق على الصفحة بعض التعليقات ونجيب بعض الخروقات اللي ظهرها بعض المحاضر اللي متباينة هي ومتضاربة فيما بينها، وفيها ياسر متفربش، وبعض كذلك المحاضر اللي الصور من شاشة سين اللي يظهر بها كآيتين بس التناقض قاع فيما بينها في بعض الأوقات المختلفة. هو عني أولا من الناس اللي ظهر لي عن التعليق عليه مخاطبة الرأي العام مباشرة، يلا تولي من يوتيوب الفرس، والتعليق على نتائج الشخص، التعليق على نتائجه هو اللي جبر بها يلا تعدلها من يوتيوب الفرس. يا غير بالحقيقة هذا كامل خسروه بيدي نور شركاء الاسم، هو على انها مشات المسار ما هو المسار اللي تم ارادته لها، وجات قلبت كل الموازين. نحن الآن قدام مهزلة بكل مقاييس، وعلى كل حال ظاهر لي عنها هم جماعة من مجموعة من العوامل تضافت يعني تخلق الواقع اللي نحن فيه اليوم، وهذا المأزق وهذه الأزمة السياسية اللي دارنا فيها النظام اليوم. بدأها أولا بذاك الاتفاق العدل مع الأحزاب السياسية اللي للأسف تنازلت عن بعض الشروط وبعض الأدوات اللي تضمن إعلان خارج المستوى المتعلق بالناحية الشكلية والإجرائية، اللي كان يخلق مستوى من احترامه، ونقول هو مستوى من احترامه بالاستحقاقات الماضية تم إلغاء من خلال ذاك الاتفاق. والله اللي يعني كنت بس من الناس اللي علق على ذاك الاتفاق، نعرف عنه كان ما هو الكان يلا ولا كانت يلا الأحزاب تعود عدلت. هاي الانتخابات دخلت بطريقة فيها شروط يلا توفر فيها تم إلغائها، وسبقت هذيك المهزلة وذاك العبث اللي عدل بلايحة الانتقالية اللي كنت تشويه. أحد شاف ذاك اللي خلق إبان معركة، أنا سميتها عليه الصفحة معركة وين ماكين وراني، اللي عدل حزب الإنصاف على مستوى اللائحة الانتقالية، وعدل على مستوى سميتها مرة ماضية كذلك المنشور على الصفحة عنها محاولة خلق صناديق موازية وفتح صناديق سابق صناديق الاقتراع، وهو بجمع الروسيات وجمع الكردان ديتات وشراء الذمم، وعن ذيك الحملة اللي هي حملة الروسيات وحملة جمع كردان ديتات عنها انخرطت فيها الحكومة، وكانت كل وزير كلها وقرين وقدحوا، كل وزير لابد له من يجيب عدد يندار على منصة الإنصاف، وفي هذا تم تزوير إرادة المواطن وتم شراء الذمم وتم تهجير المواطنين من أماكن لأماكن، والمعروف عن القانون يتيح الانتخاب والترشح لحد له ست أشهر على الأقل مقيم في الدائرة الانتخابية اللي هو فيها. هذا كامل تم ضرب به عرض الحائط، وخلق هذا بأدوات السلطة وبوزرائها وبقطاعاتها. نحن الموريتاني مثل أمورنا كاملة تعود متاحة، تعرفوا على أن ذيك الفترة اللي كان حزب الإنصاف يعدل منصاته ياكي يختار بعض المرشحين وياك واحدين يغلبوا واحدين، تعرفوا على أن كانت مكاتب تسجيل محسوبة على بنوك معينة وعلى رؤساء بنوك وملاك بنوك معينة، وكانت مكاتب تسجيل محسوبة على الوزير الفلاني والوزير الفلاني والوزير الفلاني، هذا تعرفه. سابقها الاتفاق الغاء الشوط الثاني بالانتخابات البلدية والجهوية،
الطغات البصمة هم اللي ذاك الاتون وقبل قبلوا هذا الشركاء عنهم يقول البصمة. وتم تعجيل انتخابات وبأشهر كانت تقطو خلى صالح الاعداد. يا غير انا مالي عارفه قاعد السباق كان شقايس، وكانت عندنا علامات استفهام كثيره. هذا شو وعد؟ وعقب للاسف عاد وعد. هذا المشهد اللي نحن فيه اليوم، مشهد الموشين. لجنه انتخاب، لجنه مستقله للانتخابات يمكنها تم تعيينها، وضربوا ضرب وجيز، وما فيها شخص ذات قبال خبره ولا ذات طواقمها تم اختيارها وفق الشروط اللي على اختاروا بها، ولا وذاك اللي قبال من الناس قبال بالزبونية وبالمحسوبية. وعندنا قدام لجنة قطعا عنها لا من ناحية البنية عاجزة. وهذا العجز لا يجي لكم في الآتي تقعدوا شفتوا ولاحظتوا بأثناء دخولكم لها تصوتوا مراكز الاقتراع. أولا في الليل لا يصبح الاقتراع وفتت الناس وعادت ماتت من نفس المكاتب اللي قال لها فيها ولا طلع لها على 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 أبليكاسيون هذه. ثاني شيء أن تدخلوا ولا تجبروا عنها أبسط شيء، حتى الستار كان ما يفي بالغرب، وكان شريوطات معقودة للزرور. المحاضر اللجنة تحججت الممثلة الأحزاب بعلنها ما عندها من الشكليات الكافية، وعاد تعطي شكليتين ويتعاج تقول للممثلة الأحزاب يتعاجنوا عليهم ويصوروا. معناها إذا قبلوا قبلت الممثلة الأحزاب عنها تصور المحاضر، معناها أنها قبلت بعلنها ما عندها وسيلة تقطع عن بها ولا تركلام عن مجلس الدستور. كذلك إلين بدأ الفرز وتم تعطل الفرز ببعض الأماكن اللي ما مبرر تعطل ومولي. عندنا قدام إشارات استفهام كبرى يقر سكت الجميع وتعطل. هذه مقاطعة تفرق زين لين فرزوا منها أربع مكاتب وبروكات. أنا شخصيا تلفنت على رئيس سيني تفرق زين نسوله بروكات يسوله بشنه. قال عن رداءه الطواقم وانها ما قد ما قاعده تعدل شغلتها. واعلنها لين تكتب يكتبوا المحاضر اللي يمشوا سين، اعلنهم يا بدال ركبوا به اللي ما يعني شكل شيء وخاسر. وكان السؤال اللي سولته هو هذا اللي يضيع فيه الحقوق. كذلك ياسر من 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 من, من الخروقات اللي صاحبه هذه العمليه، هذه في البدايه صاحبتها على مستوى الشكل وصاحبة على المستوى الشكلي وعلى المستوى الإجرائي. لهنا رجعوا قاع للبعض اللي يبدو عيم المرات النقاش لهذه الانتخابات، والعدد اللي صعد من المقاعد والعدد اللي ما قد يصعد. ولهنا هو نقول على الحديث هون بعيد عن الشخص صمت الأمور، وبعيد عن الأمور الشخصية، وبعيد عن فلان ترشح وما طلع وفلان خرج من البرلمان ولا فلان دخل بالبرلمان. قضية أكبر من هذا بكثير، أكبر بذن كثير به اللي كانت الحكومة ظهر اللي عنها. يعني عدلت عدل انتخابات نبتل انتخابات انتفت فيها شروط الشفافية بدءا بتوظيف الإدارة وسلطتها وهيبتها ووسائل ترغيبها وترهيبها، استخدمتها بشكل فج وبشكل مشين وواضح. وخاض الوزير الأول يهدد ويراقب الناس. نحن مشينا شروط داخل، ما جينا البلاد، ما جبرنا هذا بعد، سبقنا مرسول من الإدارة عنكم إني ما تصوتوا حزب الإنصاف، عنكم لا يتعاقبوا ولا عنده حد يشتغل له ينقص ومصالح المنطقة ولا مصالح الدائرة لا تدخل القرار. هذا قاله الوزراء وقاله الوزير الأول على مرأة الكل وعلى مسمع الكل. وعدل الحملة اللي عنهم اللي قد لا تعد فيها مستوى من الترهيب والترهيب. الوزير الأول يعدل الحملة ورقة وراها بالبر والبحر والجو. النقطة الثانية، الناس ياكن نبتعدوا عن الحديث عن دخل فلان البرلمان ولا خرج فلان البرلمان، ونقولوا عن القضية عنها أفضت إلى أزمة سياسية واضحة عن أزمة مستحكمة. أنا يحز في نفسي أعلن نشوف ترتيب الأحزاب وذيك معركة الفواصل كانت خالقة، ونشوف عن أحزاب كبرى كيف تكت القوى الديمقراطية وكيف اتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي، وبعض أحزاب الأغلبية اللي قط حرزت مقاعد وقط حرزت مكانة متقدمة ضمن صفوف الأغلبية. عنه نشوفه في ليل القائمة والله نشوفه ما قط طلع نائب واحد. وهون لين نقول لك اللي يلغوا باللائمة على الأحزاب على إنها بها ما قد تتقدم تطلع نائب، والله على الشخصيات قاعد اللي تقدمت عنها ما طلعت ويقدموا لها بعض العتاب. ونقول لهم عن لا الأحزاب السياسية
ولا الشخصيات السياسية اللي تقدمت عنها قلت التام أي لون يكون في تخليها وعودانها رضات عنها تتخلى عن أبسط أبجديات العملية الديمقراطية حتى ولو كان على المستوى الشكلي والإجرائي اللي كان تحترم النظام السابق. على علاته وعلى هناته خالق الكثير من 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 الأمور على المستوى الشكلي والإجرائي بالعملية كان يتم احترامه، تم ضرب الحائط به في الانتخابات. نقول عنهم ما يلتاموا علاش بيلي هو الحزب السياسي ولا الشخصية السياسية اللي يخوض تون معركة انتخابية لا يقيس إلا على مسألتين، لا يقيس على الاستحقاقات السابقة اللي باتت استحقاقين ولا ثلاثة ولا قاع استحقاق واحد قد يقاس عليه، ويقيس كذلك على أنه رهانه أعلنه عنده خطاب موجه للجمهور وموجه للناخبين وعنه لا يتنافس مع مديالته تعود متقاربة معه بالوسائل، الوسائل اللي يالته تعود ما هي مجيرة، الوسائل الدولة اللي يالته ما تجيرة لصالح حزب، يالته المرشحين ضروا لحزاب كاملة تعود مساوية به، وبالتالي يبقى الصراع ولا على الأصح تنافسنا يعود تنافس برامج وتنافس أرصدة قدمت في الشعب. أنا أقول عن رحلة الداخل لاحظت فيها عن الشعب كامل ساقط على الحزب الإنصاف وأغلبيته منافس تنافسوا في أهم الدوائر، معناها ظاهر لي عن ما حدث قلب توازنات قلب كل التوازنات 2013 و2014 لا ينقيسوا الحزب تواصل كحزب تواصل قبل 2013 2018 قبلها في 2013 وحافظ عليها في 2018 وقبل من البلديات والعمد الشيء ما هو متباعد 2018 وعلى كل قبل 2013 ونتيجة طبيعية حد يعرف وجود حزب تواصل وجوده على أرض الواقع يعرف عنه يالتو اللي برزت هو حتى بهاي الاستحقاقات يالتو اللي تعود الأمور طبيعية ولا فيها تغول ولا فيها علن هذه نتائج معدل بليل كان من الطبيعي ومن المنصف ومن اللي تعطيه المؤشرات وتعطيه المعطيات الواقعية عن حزب تواصل عن يجبر ذات النواب وعن حزب الإنصاف إذا كل شيء خلق ما يقدر يجبر فوق ذات النواب زاد هو به اللي خارجين استحقاقين سابقين ما عادت ظروف أحسن ولا قدم شيء للمواطن ولا هو أكثر تماسك من قبل هذا ولا السلطة اللي راعيته أكثر قوة ولا أكثر وجود، معناها أنه ما كان يلا يجبر ما كان منطقيا يقدر يجبر أكثر من ذات النواب. هذا الشيء يعتبر واضح. الناس الأخرى مولي كلها كان يقدر لا يجبر اللي يعطيه رصيده. الانتخابات 2013-2018 كانت اللائحة الوطنية هاي المختلطة طلعت لها 8000 وشي طلعت لها 9000 لائحة النساء طلعت لها 8000، معناها نختار نقول لكم نقول للجميع أعلن الناس اللي خاضت المعركة مع حزب الإنصاف ومع الدولة بقوته وبأدواتها عنها قاست على تجارب سابقة واستأنست باستحقاقات سابقة، معناها ما نقدر نلومه على المستوى يغير شو نلومه نقوله على نحن تخلى معركة ما هي متكافئة فيها السلطة كيف بتأسلت بقوتها وهذا كان قاع كافي يغير شو نضافله عن هذا اللي خلقه في نواكشوط اليوم وخلق في الداخل الظاهر من هذا اللي انجبر من, 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 من الأدلة واللي جبرت الناس اللي كانت ممثلة وهذا اللي بتقلت من الحرص على انتهاك الإجراءات والشكليات المتعلقة بالعملية وكذلك ذاك اللي ياسر من شركاء الساحة السياسية ومن زملائنا البرلمانيين اللي بعضهم يدعوا يشوف نيويورك وبعضهم يدور يوصلوا حديثي يعرفوا على انهم باتوا وقالوا على ان قالهم حزب الإنصاف وبعض العناصر في السلطة عن حزب الإنصاف ما يقل عن 7 وهذا لين التظاهر ذا كامل وبين مداقعة الخلطة اللي لك إياها واضحة وبين الناس اللي انقبلت اكباش في ذا واعترفت سين على انهم عدلوا كذا وانهم قبلوا اصوات وحدين وداروا الاصوات وحدين وقبلوا اللاغي وداروا الوحدين نعرفوا على هاي نتيجة معدل بليد والله اللي عن كان الاولى بالسلطة انا تعين قاع برلمان تقبل وحدين وتعيط لهم وتقول عنها فلان وفلان وعلان وفلان وعلان راهي معينتهم نواف البرلمان غير بعد هذا اللي برز هذه الاستحقاقات ترك لا تموت لإرادة الناخب بصيلة ولا تموت لإرادة الشعب الموريتاني بصيلة
بدءا من توظيف السلطة وتجير رسالة حزب اليسار، مرورا بالترغيب والترهيب والتهديد، وصولا للجنة اللي مهترئة اللي ما ذات قبلت من الوقت ما قبلت نظمة انتخابات، وعقب ذاك وقت وجيز حتى الشكليات قالت انها ما عندها من الكافي. راني ماني تحدث عن ذاك الرقم اللي نعطى السين ياك تعدل به عملية، غير قاع من الناس اللي عندي قناعة عن ذاك المتعلق بها كامل خالق له من الرداء اللي ما قد قاع، وإذا كان تعكسوا 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 المراكز الترع 2018 حد ذكر المراكز وشاف فرق لا ناحية شكلية منها يعرف عنه شيء مختلف تماما، سيطر عليها حتى تواجد قوات الأمن في المراكز ما عنده علاقة باللي موجود حالا. إضافة لماذا؟ إضافة عليه قلت عن الاستهتار اللي الاستهتار وتطويع السلطة وأدواتها اللي عدى الحزب الإنصاف، إن تفاجأت الناس إن رجعت الناس شي منها طبيعي عنها تجي عليها السابعة ما فات صوتك، وعدل لهم اللي بالحال باش ما تجبر بلد من يتزرقع جا حد لا يزرقين، قالوا عندنا حالات لا حصر لها شي منها سجل بالقصار هذا وشي افتدرق زينة وشي بليدات من واكشوط مقتليبة، قالوا رانا كنت انتطئنين يدير بابليكاسيون، قالوا رانا يعود في النعمة والشورة خلقت لنا حالات كثيرة في النعمة وحالات بشات شورب وتيمي وحالات قاسة العصابة وهي مسجلهم ومردهم بالواكشوط وذي البليدات ما قعدت شافتها على قعدت زي كذلك مبالغة الناس اللي انداروا على العملية وندارت فيهم الثقة وخلاوا يصنعوا هذا المشهد ونقولهم للتاريخ وانسجاما مع ذاك اللي يلا نقول الالتزام بالصدق للمواطن والشعب، ونقول عن العملية وكلفت بها أشخاص يديروها ذوك الأشخاص ما قطوا كلفوا بشي ما خلوا الإذن. نحن طلع علينا المختاروا اللي جاي في أوديو على واتساب قبل فيه قرار أعلن المراكز تنفتح بعد مني رجعوا الوسطاء لأحياهم واللي منهم ما صوت ترجع بالوقت ما طاه فرصة، وقال لهم راهم السادة الوزراء راهو المراكز هي تنفتح ولات الحد اللي يبقي ما حد يبقي يزرق ما تنقبل، وهذا خرق للقانون. وراهي هذه القرار لا هي يلحق له راهو لا هي يوصل للحكام ولا على القرار قرار حزب الإنصاف وحملة حزب الإنصاف وعلى الإدارة ممثلة في الولايات والحكام عنها تعدل قرارهم هم اللي قالوا، وسيني غائبة ما قد تنفي وعدلت وفتحوا الأبواب على 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 مصراعيهم وظلت الناس تزرب إلين عاد الهجرة. معناها نحن هون انطلاقا من كل هذه المعطيات نحن قدام مهزلة حقيقية وقدام تعول وقدام مد مزقة خريطة أغلبيتها الداعمة وتمالأت وتواطأت بها التغول وبها الأنانية السياسية وبها الخوف من مجهول والخوف من انعدام الرصيد وتآمرت على أحزاب كانت شركاء. خلونا من الشخصيات على زر أحزاب كانت شركاء معها في النقاش في الداخلية وربما أعطاتها طوق نجاة إلين جات ناجحة ب 51%. أنا نذكر النظام عن ناجح ب 51%، وعادة في العالم كامل نظام ناجح ب 50% والله زين 50% يا تعود لود الشرعية للإنجاز هي تعطي الشرعية به اللي 50% لكن عنده ولاها من الشرعية قليل إلي ما يشفعوا بشرعية الإنجاز. هذا النظام ما قد يحصل عليك الشرعية، واللي يجبر من طاق النجاة هو عن هاي الأطياف السياسية عنها عدل التهدئة أعطاته تهدئة بلا شروط. وعلى كل حال هو ماني واني فوارد ملامته ونعرف انها تقول تعود عدلته وقع شاك انه قد يهمر وشاك انها عنده شركاء حقيقيين. غير في الحقيقة انا دايما اقول وقلتها مرات قلت المرمال عن هذا النظام عنه جديد قديم، وكان واضح من البداية عنه ارتمى باحضان رموز العشرية وارتمى في احضان ذوك اللي كانوا رأس حربة في الفساد وذوك اللي اسمائهم راهي مشات عن لجنة التحقيق وهما قطب الرحى وفي كل اتفاقية مشبوهة وفي كل مشروع غسل موريتان. معناها عن كان واضح من البداية عنهم ما هم شركاء للطيف المعارض ولا هم شركاء لمن يعارضهم ويخالفهم عن موريتان يدورها الهمومة ويدور يجسدوا بيها الهيمنة الحزب الواحد. يقول هو عن رحم الله الحجاج ما عدله من الناس وما زلت من الناس اللي عارضوا نظام محمد عبد العزيز عارضوا قوة بشراسة وما أوتيتهم قوة
في دائرة المعارضة، المعارضة الشريفة اللي ما تغلط، ولا تقول للمواطنين شي مرحب، ولا تستهدف استهداف شخصي، ولا تعدل الانتقائية. ولين مشى ملف لجنة التحقيق، قلت أنا اللي خليت بيه تولبيش، وخليت فيه تولبيش أصحابه، هم اللي راعي مارك وخلاو نسلوا منه كشعرة من العجين، وهم اللي نعطالهم، هم اللي كانوا يديروا العشرين، وهم اللي داروا الرئيس السابق بالبيهار كامل يمشي والتأمر على مقدرات البلد، وهم اللي حولوها لملاك خاصة، وهم اللي وقعوا على الصفقات المشبوهة، وهم اللي النزاهة ما شاركوا عليه شيء، هم اللي ولالهم أعلنهم عضو، هم اللي يديروا العملية، وهم اللي يضبوا القرارات. وبالتالي ظهر لي عن المهزلة عنها سبقها ياسر وخلقت لها الأرضية. ضعك السؤال البارز للحالة اللي قدوا يخلونها البلد الأزمة اللي داروا بها النظام، هي القضية هنا تعت قضية كراسي برلمان ولا قرار ولا مقاعد مجالس بلدية. القضية عادت قضية عن هذه اللي قالوا الدولة الموريتانية من خلال هاي المهزلة ومن خلال هاي الانتخابات، أظهر علينا مشينا عقود إلى الوراء، مشينا عقود إلى الوراء، ورجعنا لعهد التسعينات، ورجعنا العهد اللي فيه الناس فرع عليهم تدين بالولاء والله تنقضالها العصا والجزرة. وعلينا سرقت أصوات الناس عيني عينك، وتطيع القانون عيني عينك. أنا بكرني وقلت لبعض الزملاء وبعض المترشحين معي، أنا بسمحي إذا تقبل الناس عن هين قالها أنتم ترادهم على تعطين، قلنا إحنا ما عندنا من الشكليات الكافية. ولماذا الناس تقبل علنها تعود؟ ما تقارن، ما فرض عليهم مقارنة كردان اللي تهي هي اللائحة الانتخابية، لائحة المكاتب، لائحة الناخبين للمكاتب. وعلاش الأحزاب تقبل علنها تصور المحاضر وتقبل على تحكم على راسها بأنها ما عندها شيء تقدر تعاقبه، ما تقدر تطعن اللي ما عندها المهم المشهد بشكل عام تعمر أداء. ونختار نقول للبعض عن قضية هون، هي قضية لا نطلع البرلمان ولا لا ندخل البرلمان، قضية أعمق من هذا. وحلها هم اللي ما هو إلا إعادة الانتخابات، هي الانتخابات إلا تمت إعادتها لقاع بحد ذاته شنهي بيته وشنهي مردوديته على الشعب اللي نهزز ذيقته وفي نظام يحكمه، ونهزز ذيقته في نخب يالتها تعود كانت أمينة إن كانت تتفاوض باسمه. وش شنو هي قضية؟ ما قضية بلا نجاح ولا بلا ما نجاح، قضية مد مصرة يعلنها في كل الاتجاهات، يعود الشعب يشعر بالإخفاق وفي كل الاتجاهات يشعر عن يستحكم الفساد. هذه اللجنة كانت عنوان كبير من عناوين الفساد به اللي إلى حد الساعة قالت عنها ما أطعن حد عندها، وانا نعرف بعد سبب الوضع حتى عندي ما حد قاعد عنده شطاعة فيه الناس ما. حتى على اني هون اعتبع للطيب المعارض اللي اجتمع اليوم، هو كانت عنده خطوات يلا تعدل سابق دعوه للنزول الشارع، هو كان يلا تعدل وحده ويجمعوا فيه اللي عندهم المحاضر ويحسبوها ويعلوها مره اخرى، وعلى الاقل هي تقعد تعود ما هو شيء اللي قد ينفعهم بالطعن القانون، قال بعد ينفعهم بقامه الحد خلوه تحت المجهر ونعتوه يديروه تحت وسائل الإعلام وتحت كاميرات الصحافة ويعطوا العالم مدى التفلويش والتزوير اللي خلق بهاي المحاضر اللي في كل بلد خلق، التزوير خلق في كل بلد. بالتالي هذه الخطوة كانت يلا هي عدلوا يشتغلوا بلد إلين يقيموا ينعتوا مدى الاستهتار اللي خلق بهاي المحاضر ومدى التفلويش ومدى قلة مصداقية اللي خلق في المحاضر. ينعتوها رميك ساعة تكلموا عن نزول للشارع، والله قلت نزول للشارع الله اللي عنها عن كل ما كانت الخطوات استعراضية وكل ما كانت الخطوات إعلامية فقط تعود متأخرة عن 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 ما هي على أرضية واحدة مع الشعب بأزمته اللي يعيشه. وأنا قاعد أقول عني ما رأيت رجاج لا إنسان بسيط ولا حد كبير في السن ولا حتى الناس المراهقية الصغيرة، ولا رأيت أي قطاع من القطاعات ولا الناس الأمية ما هي مستاءة من الانتخابات الخلقت وتقول عنها مهزلة، تقول عنها مهزلة بكل المقاييس. لحد كامل تخلى هي صوت بمراكز الاقتراع يدور يمشي بانطباع عن هذه عنها مهزلة حقيقية. هي مدى ما قد تتحافظ على الناحية الشكلية والإجرائية للانتخابات معناها انها ما. نقطة ثانية نقول هون بعض كذلك للتاريخ على هي مدى أرضات على انها تلغي الشوط الثاني في الانتخابات، وطلعت لنا عاصمة ما بيها بلدية
قابلوا حزوعات بالوقت اللي لكان ما قدموا عليه خطوة، الخطوة اللي بالحقيقة خطوة حمقى لكانوا ما قدموا عليها. تعود الانصاف اليوم طالع بجميع شوط ثانية بجميع بلديات نواكشوط مع حزب تواصل مع دايلة عدو بلديتين، واحدة يطلع مع جود واحدة يطلع مع حزب تحالف، تحالف اللي ما هو تحالف الشعبي اللي من ذكر صمود. يعني هاش زيادة عليك مدة قبل تمولي أعلن تم تقليص مكاتب الخارج والأماكن كاملة اللي فيها كذابة وقط صوتة من خارج الصندوق، معناها عنها بعيدة من 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 طائل التهديد وترغيب وترغيب السلطة وفرض الوصاية على الناخب والشراء اللي منه ناس مشات هجرها الواقع الطارد هون هوريتان هم اللي انحرمت على انها تدلي بصوتها. يا كاشفية اللي معروف عنها اللي ما تصوت للحزب الحزب الحاكم حزب السلطة. نحن شفنا اعلن البلادات اللي انفتح بهم اللي خلت الناس بالخارج تصوت، راه هو اما خرج حزب الصاب المنافسه كيف فابريك واما دخله ناس منافسه كيف اسيا مع حزب التواصل. الله اللي عن نختم ونقول عن هذه الاستحقاقات عنها قلبت كل المقاييس وعلى انهم اللي كذلك الله اللي عنها اهل هنين تموا مصرين عليهم شو بهالاتجاه له عنهم يختاروا نقطه اللاعوده هذا المتعلق بديمقراطية البلد اللي هي برأس الديمقراطية السورية، غير حتى الناحية السورية ضربوها مقتل. ونختار ولي ما كنت قاعد نبغي نتحدث عن الأمور اللي متعلقة بشخص كشخص، طلع بلان طلعت بلان ما طلعت بلان، شفت البعض يعلق بالأيام على الصفحة بلان مشات عن حزبها بلان كذاش بلان. المهم أنا اللي متعلق بي أنا كشخص، أنا خط انتخابات على النافس بلايحة مختلطة وطنية مختلطة وصوت عيلة كافة عم تراب الوطن، ونافست هذه اللايحة اللي نافست عليها يقودها جنرال ومعاه جنرالات يعدلوا معها الحملة ومعها السلطة بأدواتها كاملة، وكذلك بها مشايخ طرق وأغلبها رجال أعمال. معناها عني خضتها لا حكم المنفرد، انا ترشحت من حزب كغيري من هاي الحزاب اللي في الحقيقه احزاب اللي ترشحت من الناس كامل. ما راه لي عمان ذكر عن نقاط قبال ان قاط شفت له مقر الشارع اللي تعبى الكارتي على اسمه، بالتالي بعد الحي هون الحزب والحي الائتلاف اللي كنت معه الائتلاف وما زلت معه الائتلاف اللي قد طلع 15000 على مستوى لائحه مختلطه في اتون الصراع له الموت كافر. ونحيي ذاك الشاب العصامي والشباب اللي جبرناهم في كل بلاد جيناها خلف وراء خطابه اللي جبر شو 20 صوت. ونحيي كذلك الائتلاف اللي نقدم خلال ترشيح نائب المعلومة بلال يقبل 17 صوت. ونقول الخطة عن نحن ها وركات إياها والدكتور نور الدين على مستوى الدائرة الشمالية وسالوبا على مستوى الدائرة الجنوبية وزميل محمد بوي على مستوى، نقول عنا نحن هم الهوغانيين اليوم هوريتان بناش بين اللي نافسنا معركة ما هي متكافئة ولاجينا عن طريق استباب عرقي، ما رأينا الأصوات اللي دافعها عرقي ولا الأصوات اللي دافعها قبل بينا، ما بينا حد ذاك اللي جبر هوريتاني كاملة ما هو أكثر من ذاك اللي جبر معاقل القبليين. معناها عنا خضنا معركة خضناها ما هي متكافئة وجبرنا فيها الأرقام العالية الرصيد العالي اللي في كل الاستحقاقات الماضية كان يطلع حد صدارة الناس اللي تطلع مكرر اللائحة المختلطة الوطنية المختلطة الناس اللي طلعت فيها معانا طالعين بزمنا لعب وبالتالي نحن رهاناتنا ما كانت خاسرة وتوازناتنا ما كانت خاسرة. اللوم ما هو علينا، نحن عندنا رصيد شعبي، قدمنا حملة نظيفة أدواتها نظيفة جمهورنا نظيف الناس اللي قاتل معنا الحملة نظيفة واللي حصلنا كان واحدين يقولوا بلا نيت الجار زيتمية كان واحدين يعلقوا ليه كان واحدين يقولوا وصلوا له كان واحدين يقولوا بعض دهالي بعض الأحزاب بلانا راهي ليت الجار زيتمية ليت الجار من 100 صوت يا غير بعد بلانا. الحمد لله الشعب موريتاني حتقدم في شيء يجبره. أنا جيت في ترتيبي هو بعض الأحزاب المعارضة التقليدية الله لا يسر لذلك بيلي ما نقعد التحالف ولا التكتل ولا الأحزاب العتيقة
تعود بالقائمة من تحت اللي تحز في نفسي وشين عندي ونعرف عنهم واللي يقد يعود الجميع قاعد يتحمل المسؤولية زي اللي متعلق بشروط الانتخابات يغيرهم واللي الشعب الموريتاني واللي يتحمل المسؤولية والسلطة هي اللي تتحمل المسؤولية بها اللي أولا الشعب الموريتاني يتحمل السلطة بها اللي خلي اللي صار قاعد هامش وفرصة إنه قد يتغول إنه يعود يقد يسمع واقع نبتو وكذلك تتحمل السلطة تتحمل المسؤولية بها اللي ضغطت فعل معارض مؤسس وحزبي وأحزاب كانت تقود الساحة المعارضة ودورت تقودها. أنا ما نمذو كل اللي يقزم منها بنعرف عنها اللي مقزم هو الفعل اللي يجعل حزب يعود يبدي قاعد يقول أنا أجبر سبع نواب ويجبرها فعلا. اللي يقزم ديمقراطيتنا هو ذوك الناس اللي قبضوا قرار عن عود وزير الأول يهدد الناس رغبة ورهبها وذوك اللي قبضوا قرار على بعض المرشحين تعود يعدلوا الحملة بتآزر وهذا كامل خلق معناها عنهم نختار ناس تخف بصياط الجلد عن المعارضة التقليدية عليها لها وعليها يغير هذا المشهد بعد بصيفته هذه وبرادائته هذه بعودان وأفضى إلى مشكل أكثر من مشكل سياسي يلا يلتقى به اللوم لا على ذاك العدل. السلطة كانت الأولى بها قول تعين برلمان وتروح الناس وتخلي عن الشعب موريتاني اللي هكتو ونختار هون مشي رسالة أولا رسائل عدة لولا الشعب الموريتاني ونقول له على إنه يالطو يعطي ثقته للناس اللي تستحق ثقة ونقول له على إنه يكذين 50 طال الله محمد الشيخ قزواني عنه ما قد يعززها بشرعية إنجازات ولا قد يعززها بحفاظ على الديمقراطية ولا قد يعززها بعد إنه ما يتحدى إرادة المشرع اللي عدل تحقيق قد ينقال عنه توفر به بعض الشروط وعلى انه كان فاتح خير واستبشرت به الناس كاملة منين مشينا عندنا خاوة وعندنا وغلبش وخلقت فيه الانتقائية والمحسوبية ونسلوا واحدين من وياك تدار بهم للمرحلة الرادية اللي أفضت لهذه النتائج الرادية. ثاني يقول عن أكبر حد اليوم خاسر بهذا اللي خلق هاي المعركة الانتخابية ما خاسر الأحزاب اللي ما طلعت هي اللي قاطعت اللي هي 13 قاعد قرار معدلته وقتنع به ولا خسر عليه شيء طاح السمع للتراب في اللي قاعد مغيوب عنه ما في شيء لا أكبر من قده ولا في شيء عليه رهانات كبرى ما فتنع ذلك الحزب يعود حد غاب عن البرلمان يخسر عليه شيء الأحزاب والله من الشخصيات به اللي هذه أغلبية ساحقة تعدل الأغلب بالتزور بشرائع ذنوب وتخطي كل شيء تخطي يكون شيء في مصلحة المواطن. الخاسر الأكبر هو السلطة خاسر به اللي قوضت برلمان بهذه الطريقة معناها انه لا يعود يلي شرط النهايات تصحيح البدايات. نحن مقبلين على تسيير مورد اساسي هو الغاز ولكن اللي طلب من التشريع ولكن طلب من المراقبه ونحن مرحله نقودها الناس اللي فات بدت اكثرات كامله وحد وبرلمان متمخض عن اراده اشخاص هم اللي بدوا ثرواتنا هم اللي حولوا الملاك خاصه. الثانيه نقول عن خاسر هذا النظام اللي مقبل على عملية انتخابية وقطع عن الشارع يغلي وقطع عن النفوس تغلي وقطع عن الناس حست عن رجعنا للتسعينات وحست عن نظام أرضى عن مؤسسات الدولة ومؤسسات السلطة عنها تعود ضعيفة ومهترئة ومهيضة الجناح بيد حزب الانصاف عدل به اليوم. ونقول ملك رسالتي للنظام أعلن هذا النوع من الأدوات ما ينحكم به الأحزاب اللي انبتها ما ينحكم بيها ما يقدر حد يحكم بيها وتو ما يقدر يحكم بيها ما تصح. ونقول عن هذه الانتخابات من مساوها انها دور تهز ذيقة كل الشركاء الدوليين ما عين الشركاء المحليين بدون نظام ما عينوا فيهم قاع به اللي عدل بيهم شمل الهم مرحلة من الوقت وعاد ذاك القلب عليهم به اللي هذا اللي خلق ذاك من التزوير والرضا بالتزوير وباستخدام ادوات الدولة اهلوا ما محرصين على الشركاء ما هم حريصين على الشركاء ولا هم حريصين على الوقوف على أرضية سياسية مشتركة يبدونهم ما هم حريصين عليه كانوا يقوموا مرحلة يعدونهم تهدئ إلى إن كانوا داخل عنق الزجاجة ما باتوا قدوا يوخوا وبالحقيقة عدلوا كل عليهم وبقلنا الله ما عدلوا كل عليهم يقير لاين دخلوا نتيجة لهذا الواقع اللي خلقت الانتخابات لاين خرجوا بدولة ما عندها ضمانات للمستثمرين ودولة مهزوزة الثقة فيها مؤسسات الدولية ومهزوزة بها ثقة المجتمع الدولي
ومهزوز بها ثقة المحيط لإقليم بها اللي دولة قد تتعدل هذا من البطش والتزوير، ودولة قد تتعه، ودولة قد تشك عنها، قد تخزي للناس وتقولها أنا عدلت لجنة مستقلة، وهي ما يحق لجنة مستقلة ترضخ لقرارات انقضت على مجموعة واتساب. واخباركم انتم قاعد سادة الوزارات عضو مجموعة واتساب واحدين بالحمل لباب انقبال لباب ما انقبال، وانتم عندكم مشاكل الشعب المطحون لما تلقى قاعد يعيش في غلاء الأسعار، وعندكم نوع المشاكل انتم معكم موظفين الانصار، انتم موظفين للشعب، ويفهم قويل رئيس محمد الشيخ الغزواني وحكومته عنهم موظفين للشعب ولا هم موظفين حزب الانصار. حزب الانصار لا كانوا خلي حزب ما يجبر صوت واحد بين اللي احنا مشينا للداخل كامل لبرا الناس ساقطة عليه، الزعامات التقليدية ساقطة والشركاء والأغلبية ساقطين من الزق خريطتهم، ولا خالق حد ما ساقط عليه اللي خلق قمة في الرداء. أنا قط هون كتبت أعلن ذيك معركة روسيا ومعركة المنصات عنها بداية خطيرة كنت راعي بنتيجتها عنها، مد بات لغات البصمة ولغات تسليم المحاضر ولغات سابق ذاك وفرضت التسهيل عن بعد وغيرت الخريطة الديمقراطية الساكنة وانتهكت القانون به اللي جابت واحدين يصوتوا العاصي بليد الدائرة الانتخابية ما بيه، والله هذا رشحت واحدين ما هو بالدائرة الانتخابية، معناها نحن اللي كنا فيه عبث بعبث ونعرفوه، نحن نعرفوا عنه عبث بعبث بغير اللاكي اللي يخلي كل مرة. أنا ذكر عن 2013 كنت من الناس اللي ضد المشاركة قرار المشاركة ومنين عدوا الحزب ضرع الحزب التواصل ضرع إلى داخل الناس اللي يسوع معاه وصوا ما كانت معاه وغير بعد، وضاح لي وريت 2013-2018 أعلن للناس اللي ما عنده شيء معدلت على الأقل تعود حاضرة في هذه المؤسسات السورية ياك بعد تعمل الشعب عنده خضار ذاك اللي يخلق، وحاول نعلن ذاك اللي يخلق أن تم الشعب عنده تم يقولون له وتم يسمعنا تكلمنا عنه من وهاللي عند البرلمان ذاك اللي أريد له عنه يرود، لكن اللي فيه حد لا يوصل الصوت به. وعلى كل حال ماني فوار التهنئة زين عندي ذوك اللي طالعوا من أصوات المعارضة، يقال ماني فوار التهنئة أي كان بياش بيقول لي هاي المهزل ما نقل بتعطنا ما نقع علينا هنا حد طلع على خلفيته ونختار الله الناس كاملة تجبر لها حل سوشنهم، ماني من ذوك اللي تكلموا عن إعادة الانتخابات وعن نزول الشارع وعن الله اللي عليك يسبب ياسر وعن وقع ما هو الحل. هي دخلتنا بأزمة ما هي الأزمة من دخل البرلمان وما خرج من البرلمان، هي دخلتنا بأزمة لا تخرى مستحكمة يقير مبادرات النافعة، كنا محتاجين طيب كبير من الموريتاني كان محتاج يفهم عن النظام ضعيف ويجبر لها صدمة يجبر لها شوية من صعب يدين يفهم عن النظام فعلا عن النظام ضعيف وأراد لنفسه أن يكون ضعيف وما نطول عليكم الحقيقة، نحن كاملين قاع متعبين واستغفر الله عليكم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نقيد لهذا البلد ذاك اللي يقيل الخير وعنه يكفينا الشعب ليك الناس اللي تخمم لها بروسها وليك الناس اللي تم تعود تفكيرها رادي وتم تعود خياراتها رادية لين دخلت البلد وهذا المأزق اللي هو فيه اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله.